التهديد، انا اتفق وياك جمله وتفصيلا بهذا القانون، لكن هذا القانون من يمنعني انه انشر بوست على تويتر او على الفيسبوك انتقد بشخص معين او انتقد بسياسي معين او انتقد بساسه معينين؟ لا، هذا مرفوض جمله وتفصيلا، لان هذا راح يسوي تقييد الحريات، تكميم الافواه، هم راح نرجع مثل سابقا، ما حد يقدر يحكي، ما حد يقدر ينطي رايه. هو اذا كان لتكميم الافواه هم مو بصالح المواطن، يعني المواطن هم من حقه، احنا بزمن حريه استاذ علي. صح. احنا مو بزمن صدام، احنا يعني من نحكي مثلا ما احكي على مثلا شخص الوزير على اداء، احنا بيد اداء احنا مواطنين. الدوله هي واجبها تخدم المواطن مو استاذ علي؟ صح. انا طيب هو هي انا ليش ما يعني اخذ السالفه والقضيه ايجابيه؟ انه ردود الافعال من قبل المواطنين اخذها واعتمدها واصحح من عمليه من الخطه اللي راسمها من منهاجي. طيب انا جدا اشكرك.